سلام اكو صافا لاباس عليك؟ الله يحفظك اختي لاله اختك بارك الله فيك. شفنا كل مره عند البوليس، معروض عند البوليس، ما عرفناش شنو كدير، دوينا شويه على هذا الشيء. تندير والو وقت ما كانت شي حاجه تنتعاونوا جميعا باش من اجل باش نديروا شي عمل زوين. فاليوم كان لي الحظ انني نقوم بواحد العمل فني في وسط الإدارة، في وسط المديرية العامة للأمن الوطني، لأنهم هما بوليس فعلا، ولكن في وسط منهم فنانة، في وسط منهم فنانة تشكيليين، في وسط منهم رسامة، في وسط منهم رياضيين. فعلاش لا أشك فوا أنا فتح الباب لكل شيء، لأي إدارة، أي حاجة بغات تزيد ببلادنا للقدام، أي حاجة بغات تبين لنا في أعلى قمة، أنا مستعد نكون فيها. انت كفنان كوميدي شنو هو الدور اللي كيلعبوه مثلك الناس اللي كيديروا في هذا الدومين هذا، شنو الدور اللي كيلعبوه في مثل هذه التظاهرات؟ الفنان خصو يكون في اي تظاهره باش كما قلنا اي حاجه فيها الخير، فيها البلاد، فيها شي حاجه اللي غتوعي الناس خصنا نكونوا فيها، لاننا عندنا واحد المعجبين ديالنا او لي فان اللي تيتابعونا تيبغيونا نكونوا معاهم، بحال مثلا في هذا الحدث تيبغيونا نكونوا حداهم، نقربوا لهم الصوره، تيشوفونا تيحسوا بان راه فوالا راه كاين النشاط، كاين الضحك، كاين نقدروا نفوجوا، نقدروا فهمتي، فاحنا قدوه وهذا اهم حاجه، وهذيك لان الناس تيتبعونا باش يعرفوا شنو غنديروا. فخصنا اي حاجه مهمه نكونوا فيها، اي حاجه بغات تزيد للناس القدام، اي حاجه غادي توعي الناس خصنا نكونوا فيها، احنا مطالبين باش نكونوا فيها، لان الناس ما خصهمش كما تنقول لك فاش نقولوا احنا قدوه، ماشي قدوه في الفعل ولا قدوه في الاعمال الاجتماعيه، قدوه في التضامن، قدوه فالفنان خصو يدير بحال هذه المسائل عادي جدا انه يديرهم. وبعيدا عن الفن، واش عمرك شدوك البوليس؟ شدوني البوليس علاش؟ انا مواطن واخا فنان، هذا الشيء باش البوليس ما عندهمش صديق، اللي دار الغلط تيتعاقب، لان انا مواطن وفنان، فإلا درتي حاجه مخالفه للقانون ما تيطبقش عليها القانون ديال الفنان، ما كاينش عندنا قانون الفنان، كان عندنا قانون ديال المواطن. فقبطوني قبل من الشهره على البطاقه الوطنيه، واحد النهار طلعوني للصطافيت كنت قلتها، واحد النهار مؤخرا شي 3 سنين وقف عليا الشاف قال لي لاكارت، قلت لي ما هزاش معايا، ما عرفنيش، ما عرفش واش انا ايكو، هزني مشيت معاه عادي جدا. فالحمد لله المرات اللي تيكونوا البوليس هادشي تيوقع لبزاف الناس عادي جدا، انه يجي البوليس يسولوك على فهادي خدمه ديالهم. غيسامون درتي سكتش على البوليس، واش موجد عاوتاني شي سكتش ليهم؟ نهار درت سكتش على البوليس كان ارتجالي، ما كنتش معول ندير سكتش، انا كنت معول بالحضور ونقول كلمه شي مستملحه الا فكرت فيها، فهذاك الشيء فاش طلعت الخشبه خرج هذاك الشيء. وهاد المره ان شاء الله حتى هو غيكون نفس القضيه، تنجدوا البلاطو ومن بعد تنخلي ايكو يخرج ديال لامبروفيزاسيون، فلا بد من انك تجد العمل ولكن تخلي الارتجاليه تجي. واش ايكو يقدر يتزوج بمراه بوليسيه؟ ما كاين حتى مشكل نتزوج باي مراه، اي مراه اللي غادي تكون ربت بيت، حيت الزواج ما عندوش علاقه بالمهنه، ولا كانت بوليسيه غادي نتزوج بها، شنو هو المشكل؟ زعما بغات تقبضني نتزوج بها ماشي مشكل، الزواج قدر، ما عرفناش شكون، حتى واحد ما تيعرف، كاين كاع اللي تيخطبوا في الاخر ما تيسر ليش هذاك الشيء، فعلاش ما نتزوج بوليسيه؟ بياك حسن لي الشرف اني نتزوج بوليسيه، لانها دخلت المدرسه وتكونت وعرفت بحق الزمان وعرفت بحق الوقت وكذا وكذا، وهذا هو اللي زوين، ان عندك تنسي بانه راه كل بوليسي امراه، واخا ما تكونش بوليسيه راه في الدار هي بوليسيه، لانه تتحميه وتتوقف، هو خرج من اجل واحد الهدف، خرج من اجل يوقف مع الناس ويضحي بروحه من اجل وهي مقابله الوليدات. فحتى مرة البوليسي تستحق منا واحد تقدير كبير كبير كبير، واخا هي ماشي بوليسيه ولكنها تعتبر بوليسيه، لانه منين تيجي تيخصها تكون مع بوليسيه، تقابلوا تاكلوا تشربوا باش تطلق لك هذاك البوليسي اللي يقدر يعاون المجتمع ويوقف ويحبس الناس ويتعرض للخطر من اجل سلامه المجتمع. الجولات القادمه اللي غادي يكونوا عند ايكوفين وامتى؟ دابا مقبلين ان شاء الله على الجوله في لندن، وغتكون شي 5 ديال العروض، ودابا ان شاء الله في القريب العاجل لو 5 كيلو 6 غنكونوا في كندا انا والسي عبد الحفيظ التوزي خويا، عندنا عرض تما جوج العروض ان شاء الله غادي نفتحوا على، حيت نخدم كاين واحد التاكتيك في العمل، ماشي غير غادي نجيو نقولوا نديروا اوروبا، زيد نديروا اوروبا، تنظموا داك الشيء باش
يكون في وقته في احسن وقيته اللي نكونوا حنا فيها مستعدين وحتى الجمهور حتى هو عنده الوقت فين يجي. ما يمكنش مثلا دير عرض في الصيف الناس بغا ينزلوا للمغرب انت عاد بغيتي تمشي لتما. هذا هو المشكل، لان الحمد لله كاينه اداره من ورانا اللي تتكلف بهذا الشيء. ودابا ايكو عشوائي يطلع للخشب ما يمشي لهنا، انا ما تقول لي دابا نمشيو لعند جزباني الله يرحمه نديرو سبيكتاكل نمشي، ما عندي سوق انا نمشي لزنجبار ندير. ولكن الاداره تقول لك زكا راح كاين فول كاين طريق كاين وقت كاين الناس بيكونوا مجموعين تماك، وان شاء الله تنحاول باش اننا نعاودوا نرجعوا لامريكا باش نديروا الامريكا الاخرى. يلاه درنا الاولى، درنا سبعه ليضات في الاولى، بغينا نديروا الامريكا الاخرى فين تكساس وهذاك الشيء اللي سميتهم. باقي شي سؤال اخر؟ الله يحفظك.